تشهد أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً في بعض المنتجات الزراعية التي تنتجها البلاد. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بالجملة 6 دراهم، بينما يتراوح ثمن البيع بالتقسيط بين 8 و9 دراهم. وبحسب مهنيين فإن قلة العرض ساهمت في رفع أسعار الطماطم على مستوى الأسواق الخارجية والداخلية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض تزامنا مع موجة البرد التي منعت الفلاحين من جني المحصول خلال الأسابيع الماضية. ومن الرباط معنا محمد يوحي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس. أهلا وسهلا بك. يعني أساس هذه المشكلة مناخ، عرض وطلب وسوء تنظيم، من يتحمل المسؤولية؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا. بالإضافة إلى ما ذكرتم من عدم التوازن بين العرض والطلب، هناك كذلك أسباب أخرى، من بينها ارتفاع أسعار النقل. وهذا ارتفاع أسعار النقل جاء بعد الزيادة الأخيرة التي عرفتها المحروقات، والتي تقريبا ارتفعت بمرتين، يعني تضاعفت بمرتين هذا ارتفاع أسعار المحروقات. كذلك هناك عوامل أخرى نذكر منها أن هناك وسطاء يعني يتلاعبون بالكميات المنتجة وبالأثمان، وهؤلاء الوسطاء يؤدون يعني إلى ارتفاع أثمنة الطماطم. هناك سبب آخر هو أن الحكومة لا تقوم بتأمين الغذاء للمواطنين قبل التصدير، ونعرف أن هناك في القاعدة الاقتصادية بأن الصادرات هي تصدير ما يفيض على حاجيات المجتمع. في المغرب الحكومة بالعكس من ذلك، نستهلك ما يفيض عن الصادرات، وهذه يعني قضية يعني غير اقتصادية وغير يعني غير منطقية. يجب تأمين السوق أولا، يجب تأمين الطلب الداخلي، يجب تأمين الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة، ثم بعد ذلك نذهب إلى التصدير. وحتى ونعرف أن بخصوص المغرب من يعني بين الدول التي تصدر قلة الطماطم. العرض، لماذا لم يتم استدراك المشكلة ودعم المزارعين لتأمين الحاجة الداخلية ويعني السوق المحلي والكمية التي تصدر إلى الخارج؟ في المغرب مع الأسف هناك الفلاحة، هي فلاحتان، فلاحة كبيرة وفلاحة صغيرة. الفلاحة الكبيرة هي مدعومة من طرف الحكومة، مدعومة من طرف القروض، مدعومة من طرف إعفائها من الضرائب، مدعومة من طرف عن طريق اللوجستيك، عن طريق توفير الأسمدة، عن طريق توفير الري بالتنقيط. أما الفلاح الصغير مع الأسف يعني لا يستفيد من هذا الدعم. ونعلم بأن الفلاح الصغير في المغرب هو الذي يمون السوق المحلية وليس الفلاح الكبير. الفلاح الكبير يقوم مباشرة بتصدير منتوجه إلى الخارج بالعملة الصعبة، ولكن الفلاح الصغير الذي يعني يمون السوق المحلي هو الذي يحتاج إلى هذا الدعم وهذه المساعدة. وهذا الفلاح الصغير أيضا تضرر كذلك من أثر ارتفاع أسعار المحروقات إلى آخره. ونتمنى ألا يكون هناك أيضا ارتفاع في أسعار البوطان الذي يستعمله الفلاح كذلك في الفلاحة وفي السقي. شكرا جزيلا لك عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك محمد يوحي، كنت معنا من الرباط.